هذا سائل يقول: بالنسبة للشعار الذي يوضع على الصيدليات وهو الثعبان الذي يضع سمه في كأس، يقال بأن هذا إشارة إلى إله الشفاء، فهل يعد هذا من الشرك وهل ينكر على من وضع ذلك؟ إذا ثبت هذا، إذا ثبت تقول يقال، إذا ثبت ما هو بيقال، إذا ثبت هذا لا بأس، إن هذا شعار شرك ويجب إزالته. نعم.